الحاج عبد العليم من دمياط، اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ يا اهلا بحضرتك. حضرتك، انا عندي فدان ليا وفدان لاخويا، اي وفي وسط عياده كبيره، الواحد عنده حوالي 20 فدان، وعامل مجموعه خاصه بيه، ورحت ري كذا مره ما فيش اي نتيجه، يعملوا لهم عينات ويقول لك لا خليك اطلع الطنبور ومش عارف ايه. فهو دلوقتي المجموعه دي بتغرقني وشويه، يعني هو اللي بيتحكم في الراجل، يعني انتوا في خلاف ما بينكم على الري؟ يا اما اديله الارض، يا اما اديله الارض، يا اما مالوش في المجموعه، والمجموعه بينه يعني حضرتك بينه وبينه ما فيش 70 80 متر. المصدر القديم بتاعي اللي هم اصلا بيقولوا دي بتاعك حوالي 300 متر، لما اجيب بابور وكده الريه بتكلفني حوالي 400 جنيه. تمام، الريه الواحده. لو انت بقى هتروي من الترعه، ايه المانع او ايه الاسباب اللي بتخليك ما تعرفش تروي من الترعه؟ هو عامل المجموعه على المسألة اللي هي شريك معايا ومين حاولت اوصل شكوه الاجداد، واحد يقول لك لا انت لك مصدر ري، المصدر ري دي يبعد عني حوالي 300 او 400 متر. طيب المجموعه اللي اتعملت بيني وبينه ما يجيش حتى 70 80 متر. طيب هيبقى فيه التكلفه قليله جدا. صح. انت يعني فين في دمياط يا استاذ عبد العليم؟ انا في الزرقاء سيف الدين تبع جمعيه اكتشف الجديد. تمام، سيبنا اتكلم مع مهندس الري وان شاء الله نشوف يعمل لنا معاينه ونشوف انسب حل ليك، بحيث ان احنا نحافظ على الجيره وبحيث ان احنا نحافظ على حقوقك. ايوه حضرتك، المشكله عندي ان هي في الجاز بس، لان بجيب حوالي جاز 300 جنيه عشان الوريه الواحده. حاضر، دي محتاجه برضو نوع من التفاهم والتعاون ما بينكم وما بين بعض علشان نقدر نحلها. حاضر، عينيا الاثنين. تمام، بشكرك. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعي مباشر.